للمركز الأول ومتصدرا لهذا الشوط. تعود ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم ضمن سيد سيف بن مبارك بن غويث الجتبي، يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني هملول، هملول في ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا في كل مكان، من يصل إلى أيضا المركز الثاني. تعود ملكية هملول اللي اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم مسعيد بن عبيد الحميري، من يتابع أيضا هملول على المركز الثاني. انتقل مباشرة المشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، هناك من يصل في ثالث المراكز شاهين، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد المتابع لهذا الشعار والمنطلق في أيضا ثالث المراكز. المركز الرابع هناك أيضا السنافي، السنافي مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد وسالم بن سيف المنصوري، أيضا من يتابع السنافي في رابع المراكز. المركز الخامس، المركز الخامس يا سلام، هنالك في هذه اللحظات لهب، لهب في خامس المراكز لهجن الرئاسة، وتعود ملكية التضمير عند السيد سهيل بن دري الفلاحي، أيضا المتابع للهب في هذا الشوط وبهذا الانطلاق المتميز على خامس المراكز. المركز السادس، انتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هنالك من يصل في هذه اللحظات هملول لهجن الرئاسة وحمد بن شطير الوهيبي، من يشارك في سادس المراكز. المركز السابع أرى في هذه اللحظات يصلنا حمل رقم 24 وليس مدون لدينا بالكش مشاهدينا متابعينا. لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلم من يأتي مشاهدينا الكرام، وسالم بن خلفان بالشاوي لغفلي من يتابع في هذه الانطلاقة في هذا الشعار. إذن المركز الثامن، المركز الثامن مشاهدينا الكرام سابق الريح، سابق الريح مشاهدينا متابعينا في كل مكان يصل في ثامن المراكز، وتعود ملكيته لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، أيضا من يتابع سابق الريح على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، هنالك يصل المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، أيضا من يتابع أي تابع المتحد في هذا الانطلاق. المركز التاسع مشير، مشير مشاهدينا متابعينا الكرام يصل في تاسع المراكز، وتعود ملكية مشير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وسالم بن حمد بن هيان العامري، من يأتي مشاهدينا متابعينا الكرام على تاسع المراكز. المركز العاشر، وصول مشاهدينا متابعينا في كل مكان شاهين لسمو الشيخ أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، من يأتي في هذه اللحظات على عاشر المراكز هنالك الشاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومضمر السيد خلفان خلف بن حمد. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام في عاشر المراكز، من يصلنا في عاشر المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر السيد خلف بن علوان الاشتبي في عاشر المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للعشرة المراكز الأولى. أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المتصدر لهذه الأعداد ولهذه الشعارات المتميزة بهذا السباق وبهذا الشوط، أعود مع صاحب المركز الأول. هنالك السنافي في هذه اللحظات يصل إلى مقدمة هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد سالم بن سيف المنصوري، من يتابع، يتابع السنافي، وبالفعل السنافي سنافي في هذا الشوط. إذن المركز الثاني هنالك هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، من يتابع، يتابع هملول على المركز الثاني. إذن المنافسة، المنافسة بدأت في هذه اللحظات، علامة الكيلومتر الأخير المتبقي على نهاية وختام هذا الشوط، وبدأت المعركة، بدأت المعركة، بدأت القوة، بدأت المنافسة. يا سلام يا سلام، هملول غير، هملول غير.
تغير على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة. بالفعل انطلق مباشرة مع صدارة هذا الشوط هملول لهجن الرئاسة وحمد بن شطير الوهيبي ما المنطلقين في هذا الشوط. المركز الثاني هنالك ايضا في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه المنافسة. يصلنا مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بغداد وفهد بن سيف الخيارين من يشارك في هذا الشوط على ظهر بغداد. بالفعل بغداد وهملول هملول بالفعل هملول ولا بغداد اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية هذا الشوط. هنالك هملول لا زال محافظ على صدارة الشوط لهجن الرئاسة وحمد بن شطير الوهيبي المتابع لهملول المنطلق بكل قوة وبكل جدارة. إذن في هذه اللحظات تهانينا وألف مبروك لهجن الرئاسة على فوز هملول في المركز الأول لحظة وصوله إلى خط النهاية مع الفوز والناموس بهذا الشوط. تهانينا لهجن الرئاسة بفوز هملول في المركز الأول وللضمر سيد حمد بن شطير الوهيبي المتابع لهملول المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان لهجن العاصفة وصل في المركز الثاني. المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلن. المركز الرابع اللي هو بغداد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع لهجن الرئاسة. المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذن التوقيت الزمني لهملول قطع المسافة 5 كيلومترات بسبع دقائق 41 ثانية. ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة في هذه اللحظات. وحيل الميكروفون للزميل سالم بن حضير المشتبي. شكرا للزميل عادل المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم مشاهدين الأعزاء لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين وعلى الهواء بث مباشر شوطا تلو شوط وها هي انطلاقة الشوط التاسع. والشوط التاسع مخصص للقاية البكار المحليات.